هلي البدري بدري والايام بتجري، واللي بيسري على الجميع لازما عليك هيسري، بتلف وبتدور ومش دايما لحد، وان كانت دامت لغيرك ما كانتش جاتلك ولا وقعت في حجرك او حجري. طيب خاطرك وما تزعلش، التطنيش في الزمان ده هو الحل السحري. صحيح المرتب كان كبير والرقم كان يغري، لكن صحتك اهم. الحرب قامت خلاص يا معلم، والقطر جاي وبيجري، وده مجري، واللي يقف في وش القطر هيتاخد في الرجلين، واللقمة اللي في ايده حتى لو كانت كوارع عليه مش هتمري. اسمعها مني وحياتك، وعلقها حلقة في ودناتك، ما يجيش من ورا وجع القلب الا المرض، والمرض لما بيمسك في جت البني ادم بيفضل يهري فيه ويبري. ومين عارف ولا مين يدري، مش يمكن من بعد المنتخب تمسك نادي كبير والمية اللي انقطعت ترجع من تاني وتجري. بس لو عايز كلمة الحق انت كان لازم تتزق. معلش، ده لولا الولا مصطفى جاب جون كنا طلعنا من الجابون، ولولا ستر ربنا كان اتحرق دمنا. واكيد انت ما يرضكش من بعد كل الهنا والسرور اللي احنا عايشين فيهم دول تقوم تيجي انت وتغمنا. اديك شايف، ده احنا في زمن عجيب ما يعلم به الا ربنا، الهم والغم اتلم واتعاصر في حجرنا، والحزن على يدنا اتخمر واتعجن، والبقرة الشقية المدلعة المتهنية من بعد حلبها ما بقتش بتكمل من خيرها 40 كيلو لبن. اقول لك انت تروح تدرب في اليمن، هناك فيه نادي كل سنة بياخد الدوري اتلعب او حتى ما كانش اتلعب، عندهم جناحين ما اقولكش، طيارات مسيرة. اما بقى لو كنت عايز تدرب منتخبات فانت تروح تدرب في افغانستان، عندهم برضو جناحين ما اقولكش، ولسه وراور صغيرين وبيدرسوا، يعني مش طالب واحد، لا طالبان. ربنا هيكرمك هناك اخر كرم. يا سلام عليك وانت لابس الطقم الافغاني، حاجة كده تروق الاناني. انا عارف انك في مصر كنت من خنقة الجرافطة والبدلة بتعاني، وبدل ما يبقى اسمك حسام البدري يبقى اسمك حسام السندستاني. انا اعرف كمان لاعب هناك شويت حكاية، مرة شاط كرة على الجون، الجون اتفجر، شاط قنبلة ما اقولكش، وقع تلات قتلة واتنين مصابين، وكان منهم الحكم، وكمان كان منهم رئيس اتحاد الكورة المجاهد العظيم احمد الحق آية الله مجاهد، اللهم الحقه بالشهداء اللي كده وكده، واجعل مسواه نار جهنم. اقول لك يا حسام، ابقى خده معاك وانت ماشي.